3 سنين من المعاناه، اكثر من 39 جلسه، اكثر من 3 سنوات ديال العذاب من اجل في هذه المحاكمه ديال باب دارنا اللي تعتبر اكبر عمليه نصب عقاري في المغرب. راحوا الضحيه ديالها اكثر من 1400 ضحيه. كانوا هناك احكام جد مشدده للمتهم الرئيسي، والحكم ضد وصل 15 سنه سجن، بالاضافه الى اكثر من 50 سنه تفرقت على جميع المتهمين الرئيسيين في هذا الملف. كنظن اول ليله لا ينعموا فيها الضحايا بالراحه بعد واحد 3 سنوات ديال العذاب اللي هي يمكنوا ولو من الناحيه المعنويه يحسوا بانهم رجعوا لهم الحقوق ديالهم. في المغرب في البلد ديالنا يمكن نقول بان النفوذ والسلطه والمال ما كيحميوش الاصحاب ديالهم من انهم حتى هما يتعاقبوا وانهم يخلصوا على الجرائم اللي داروا ضد هاد المواطنين. عندنا يعني بالطبع كاين هناك عدد من الضحايا ما راضينش 100% لانهم ما تمكنوش من استرجاع كل الاموال اللي ضاعوا فيها في هاد المشاريع وفي هاد الشقق وفي هاد الفيلات اللي كانوا كيحلموا بهم. احنا يعني راضين عن مسار هذه القضيه، رغم ربما ان الكل ماشي، ولكن ماشي يعني راضي عن الحكم، ربما من في الجانب ديال المالي ديالو. حقيقه تلقينا هذا الحكم هذا باستياء، لان هذا العدد ديال الحكم هذا ما لا يهمنا حقيقه، ولو 20 عام وخا 30 عام والعدم ديالو لا يهمنا بقدر ما يهمنا استرجاع الاموال ديالنا. لحد الساعه باقي ما كاين حتى شي خط اللي غادي يدينا الاموال. كما قلت الهدف ديال الضحايا هما استرجاع الاموال، لهذا احمل الدوله المسؤوليه ديالها بما ان النوطه دخل، بما ان الجماعات الحضاريه دخلت، الابناك هما خصهم يدخلوا باش يبوا لنا السيوله ديال الاموال فينا هما، جميع الاطراف اللي كاينت في هذه القضيه هذه فما دخلوش، ما عطاوش المعطيات ديالهم، لو عطاو هذا الشيء ودخلوا في الدائره ديال الحكم ما كانت نتائج احسن من هذه الساعه هذه. الاستياء ديال الضحايا فهي مزريه حقيقه كثير كثير كثير، لاننا الناس ماتوا منا، الناس مرضوا، الناس شلوا، حاليا كاينين الناس اللي تتعطاو منومات باش غادي ينعسوا، لدرجه الضحايا ما بقاوش، انتم اكتشفتوها هو اصدار الحكم وما قدروش يجيو، ما بقاش يقدروا على هذه، حيت ثلاث سنين ماراطونيه. كون جلسه تنقولوا حنا غادي نطقوا لنا ولا غادي يقول لنا شي حاجه على الفلوس، تنكتشفوا حتى لنطق بالحكم ما كاين حتى شي حاجه. فهذا لا يعني اننا غادي نستسلم او لا غادي ما غاديش نتبعوا هذه القضيه هذه، فحنا غادي نتجدوا ثاني التحقيق من جديد، وغادي نوسعوا الدائره، وغادي نعطيو معطيات اخرى، فتنتمناوا من الدوله ان تتحمل مسؤوليتها. للاسف هذه طالعين دابا في 3 سنين هذه، وحنا في الجلسات 39 ويمكن جينا شحال مره تاجلت الجلسات. اليوم كنقول انا المحكمه راه دارت خدمتها 15 عام، وخا الضحايا كانوا كيتسناو الحكم اكثر شويه، النوطير تصدمنا في الحكم 12 عام، حيت كون ما كانش النوطير الضحايا ما عاد تزعمش وتمشي تشري، يعني النوطير كان عنده واحد الدور كبير. المحكمه سالات خدمتها كما كنقولوا، حكمات بالتعويض على الضرر لبعض الضحايا، مع انهم حتى فلوسهم ما رجعوهمش، يعني هاد الفلوس ملي غيجيبوا ما عندك، ما عندناش علاش نحجزوا. حنا دابا طالب الواحد اللي عند الضحايا ان تدخل المؤسسات، حنا كون ما كانتش المؤسسات ما كانش غيتنصب علينا. المؤسسات عندها دور كبير، حنا ما مشيناش قلبنا على الوردي، حنا شفنا بوبليسيتي في الزنقه وشرينا معارض دوليه وشرينا مقاطعات، وكان نوطير محلف من الدوله، اغلبيه الناس داك النوطير اللي طمعه باش مشى تشري، اللي ارتاحت له قالت بان كاين نوطير يعني ما كاينش ناس. حنا دابا ضحايا باب دارنا كنطالبوا هاد المؤسسات اللي عاوناته هي اللي تسترجع لنا الفلوس ديالنا. حنايا حنا كو كان يحكموا عليه حتى بالمؤبد ما كانش عيهمنا، كو كانوا خرجوها اليوم يخرج تحاسب مع الدوله، هو نصب على على على, على مجموعه ديال المواطنين في هذه الدوله في على بطرق بتراخيص كان كيجيبها ما نعرف منين كيجيبها. خصنا الدولة تتدخل في هذه القضية هذه، وهذه المؤسسات اللي زعمتنا ومشينا لهاد المعارض وشرينا هي اللي تعوضنا على فلوسنا أو لا تقلبنا على فلوسنا أو لا تعطينا شي حل اللي يقدر يشفي غليل هاد الضحايا. راه ما كاينش شي ضحية اليوم اللي مشى من هنا ماشي مصدوم.